لله الذي رضي لذاته اسم الله، فهو صاحب المعنى ومعناه حق له، فهو الذي تحيرت فيه العقول والألباب، وهو الملجأ والملاذ، وهو الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق رسول الله الأمين محمد سيد الخلق، عليه أفضل الصلوات والتسليم، حبيب الرحمن وخاتم الأنبياء والمرسلين. معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال راعي الحفل الكريم، السادة أصحاب المعالي والعطوفة والسيادة، حضرات ضيوفنا الكرام، نرحب بكم جميعا أهلا وأخوة وأصدقاء في حفل قطاف نجاحات خريجاتنا من طالبات الفوج الثاني عشر لمدارس النظم الحديثة، ومشاركتكم احتفالنا هي بهجته وألقه، فطالباتنا هن حبات عيونكم وعيوننا. هذه مدارس النظم اليوم تفخر بتقديم عنقود ماسي جديد تهديه لهذا الوطن الذي يعتز أهله بمنجزات أبنائه الحضارية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله. ونحن من قلب فرحتنا بخريجاتنا اليوم نهنئ هذا الوطن بشبابه وشاباته، آملين أن يكون كل منهم حاملاً مشعل الإبداع وممثلاً لينبوع عطاء. فمسيرة الوطن لا تزهو إلا بشبابه، ولا تزهر إلا بجهودهم، ولا تستقي ولا ترتوي إلا من إخلاصهم وصادق بذلهم وإنجازهم. بناتي الخريجات، هذه مدارس النظم الحديثة لم يدخر فيها مدراؤها ومعلموها وكل كوادرها جهدا ولا دعما ولا مساندة إلا وقدموها لكن، لأننا نؤمن بقدرات طالباتنا وما اكتسبناه في مدارس النظم من مهارات ومؤهلات تمكن كل واحدة منكن من خوض معترك الحياة وتحقيق ما تصبو إليه من الأهداف. وهؤلاء الآباء والأمهات الآن يرون فيكن حصاد عمرهم وألق شبابهم الذي قدموه طوعاً لبناء شبابكن، واعتصروا من صعاب حياتهم رحيقاً ليضمنوا لأبنائهم وبناتهم حلو الحياة، ونهضوا من عثراتهم أكثر قوة، وجدلوا خبراتهم حبل نجاة قوي ليؤمنوا لهم مستقبلاً أكثر استقراراً وأقوى أماناً وأرفع مستوى. فليصنع الأبناء براً ناطقاً، وليقدم لأمهاتهم أعظم درجات الفرح، لا بشيء لهن بل بنجاحاتكم. أيتها البنات والأبناء، قدموا لآبائكم أقدس احترام وأعظم تقدير وعرفان، لا بشيء لهم بل لأنفسكم. كونوا أمانيهم المزهرة، وكونوا أحلامهم المشرقة، كونوا كما تصبو قلوبهم، ناجحين واثقين بأنفسكم، واكتسبوا فن إدارة الحياة، اجمعوا ما استطعتم من خبرات حياتكم واصنعوا منها هرما، اصنعوا منها هرما تستشرفون منه المجد، واحصدوا نجاحات جهودكم واصنعوا منها قممكم، قمما تصلون من خلالها إلى تحقيق ربيع حياتكم الدائم. أعلوا سقف طموحاتكم فأنتم من سيقيم تحته، وويل لكل من كان سقف إنجازه هابطاً منخفضاً، إذ سيضطر للعيش منحنياً كل حياته. ولم يكن خريجو النظم يوماً من هؤلاء. أيتها الخريجات، ستبقى النظم دوماً مهدكن الوثير، وموئلكن الجميل، ومحط انطلاقتكن الأقوى بإذن الله. سنبقى نرقب أخبار تميزكن،
لنشارككن دوماً كما نحن الآن فرح عمركن وبصمة إنجازكن المؤثرة الخلاقة، فإني مؤمن بقدراتكن، مخلص في الدعاء لكن، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأردننا مغناة غزل ووردة، وللفن رسول ورسالة محبة، وللنظم في نفوسنا هوى ومودة، ولكل خريجة معنا اليوم ألف تهنئة وعبق المودة. الآن مع الفقرة الفنية التي أشرف على تنفيذها وإعدادها الأستاذ مروان زين الدين والفنان يوسف كيوان والفنان عبد الله كيوان، علما بأن عبد الله كيوان يشاركنا في هذه الحفلة وهو نجم الأردن، ابن مدارس النظم الذي كان من المفروض أن يكون الآن في قناة رؤيا على البث المباشر لأن حلقته ستبدأ بعد ساعتين، إلا أنه أبى إلا أن يشارك بنات النظم فرحتهن، فلا تنسوا التصويت له الليلة. I'm not afraid.
عجبين العلم كلمة نظم يا أحباب لو غاب عن عين النظر اسم النظم ما غاب اسم النظم يا ناس نجم في السماء عالي ينور علينا اليوم ويهدي للمجد طلاب ينور علينا جينا الليل نهنيكم الله يبارك خطاويكم أردننا اللي يفخر فيكم ورجال العلم يحييكم أحلى أعيادك يا النظم وترباعي على القيمة ثاني وسنتين وثلاثين أربعة وخمسة وستين سبعة وثمانية وتسعة وسنين الجاي منورة طول يا أبو الهوارة الأردن أرض الحضارة الليل الفرحة للحلوين اسمع سبحانة الوطن بالحب الجوة قلوبنا لو مهما بيطول الزمن نفديك بكل رواحينا بيوم المصاعب والميحن العلم هو سلاحينا أقسمنا نحفظ الأردن بحرنا وبرنا وسمانا يا إلنا الأب وإم ونحن جيوش الجرارة وإيام الهوارة الأردن أرض الحضارة الليل الفرحة للحلوين النظم شعل منوارة النظم شعل منوارة مملكتنا هي هي هاشمية مملكتنا هي 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 الحب وهي الخير ودير بالك عليها حيو سيدنا حيو الأردن ما في زيو حيو سيدنا حيو
halfway. طلوا الخريجين عيونهم تلمع يابا بالفرحة الليلي مجتمعين الكل بيسمع يابا زغرودي بالعالي بوجود احبابي تحلالي زغرودي بالعالي بوجود احبابي تحلالي طلوا الخريجين عيونهم تلمع يابا بالفرحة الليلي مجتمعين الكل بيسمع يابا زغرودي بالعالي بوجود احبابي تحلالي زغرودي بالعالي بوجود احبابي تحلالي يا رب تبارك خطويهم على الدرب العالي ايه بالحب تزيد واعطيهم نور وامالي يا رب تبارك خطويهم على الدرب العالي بالحب تزيد واعطيهم نور وامالي رش الوردة وحليهم ليلة افرح تمسيهم زغرودة بالعالي رح غني مع حامو خريجين عيونهم بالفرحة الليلي مجتمعين الكل بيسمع يابا زغرودي بالعالي بوجود احبابي تحلالي 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 اسمع اسمع ها 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 أردننا الغالي حنا يبقى لجنود يوم ينخان الوفا يبقى لأسود يا عمان الأصيل حب قلبي ودليلي يا عمان الأصيل وقلبي مشتاق ليلي يقصون الجول وملي مورود أردننا الغالي حنا يبقى لجنود يوم ينخان الوفا يبقى لأسود أردننا الغالي حنا نبقى لجنود يوم ينخان الوفا يبقى لأسود يا عمان الأصيل حب قلبي ودليلي يا عمان الأصيل وقلبي مشتاق ليلي يقصون الجول وملي نمانة اسمع ها 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 الله عليهم يطلب منا إيدها إيدها أردننا نريدها جاه العز ودايم دوم يطلب منا إيدها أردننا واحد أمانه للعرب قلبه كبير وحده ومحبة أوطان دم الشمل كبير صغير إيدها